يسعد صباحكم مشاهدينا مشاهدي الفضائيه التربويه السوريه وين ما كنتوا عم بتتابعونا بسلسله ندواتنا اللي تعودنا دائما نسلط الضوء على مجموعه من القضايا التربويه باستثمار خبرات ضيوفنا ان كانوا من الاداره المركزيه او حتى في المستويات الادنى في المجمعات التربويه وحتى في مديريات التربيه او من الارشاد النفسي، اليوم نحن رح يكون ضيفنا طبعا بسرنا أن نرحب فيه هو الدكتور رامي الضلي حضرتك رئيس دائره التعليم الاساسي في وزاره التربيه، يسعد صباحك دكتور. يسعد الله صباحكم. وصباح الساده المشاهدين. اذا مشاهدينا مثل ما نوهنا اليوم رح يكون ندوتنا استثمار خبره الدكتور رامي فيما يتعلق بعمل دائره التعليم الاساسي في وزاره التربيه من ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد لحتى تكون الانطلاقه صحيحه وايضا سليمه من اجل ان يكون هناك عام دراسي ناجح ان شاء الله للجميع. بيسرني انه نحن نستقبل اتصالاتكم عبر الارقام التي تظهر. على الشريط التفاعلي في اسفل الشاشه وايضا يمكن ان نتلقى استفساراتكم واسئله تتعلق بموضوع ندوتنا لليوم عبر صفحه الفيسبوك على التربويه السوريه مشاهدينا اكيد نحن بنكون مسرورين لما بنقدم اي معلومه اي استفسار اي اجابه لاي تساؤل يتعلق بتطوير العمليه التعليميه والتربويه ضمن سقف مرحله التعليم الاساسي طبعا بمشاركه ايضا خبره مشاهدين بمشاركة استفساراتكم وأيضا بطرح مجموعة من القضايا اللي حضرتكم بتلاقوها هي فعلا مفيدة وتخدم العمل التربوي بامتياز. اليوم اذا نحن رح نحكي بمحاور ندوتنا على استعدادات العام الدراسي الجديد قبيل الانطلاقه وتحديدا استعدادات دائرة التعليم الاساسي كما ذكرت مشاهدين وايضا رح نتحدث عن موضوع التهيئه النفسيه للطلاب مرحله التعليم الاساسي ونستثمر ايضا خبره الدكتور رامي كتربوي قبل ان يكون رئيس دائرة التعليم الاساسي ورح نحكي ايضا عن اثر العلاقه بين التربويين مع الطلاب، بين المعلمين مع الطلاب، الاهالي مع الطلاب في هذه المرحله الحساسه، وكيف يمكن ان تصبح علاقه نمطيه، علاقه نموذجيه تمتد لعام دراسي كامل، وحتى يعني جميع هذه الامور تتشابك مع بعضها البعض في الميدان التربوي، كما ذكرت لتحقيق عام دراسي ناجح. مره ثانيه بقول لك يسعد صباحك دكتور رامي. يسعد اوقاتك. الله يعطيكم الف عافيه اليوم يعني انه بوزاره التربيه فعلا هي خليه عمل يعني متكامله لا. منسجمه مع بعضها البعض لا. بهدف واحد مشترك وهو تحقيق انطلاقه سليمه للعام الدراسي خلينا في البدايه نتحدث عن اهميه هذا التنظيم والتنسيق بين الاطراف المعنيه في الاداره المركزيه وصولا للمستويات الادنى كان مديريات تربيه ومجمعات تربويه لحتى يكون هناك فعلا انطلاقة واستعداد صحيح قبل انطلاق العام الدراسي الجديد؟ نعم الحقيقة بداية وزارة التربية تقوم بعمليه التنسيق بشكل متكامل بين مديرياتها، فمديريات الوزاره المعنيه في افتتاح العام الدراسي هي كل الوزاره، نعم. ليس هنالك طرف او مديريه هي لوحدها، طمع. لكن هنالك اطراف اساسيه وهنالك اطراف مساعده لانجاح عمل هذه صحيح. المديريات في اقلاعه العام الدراسي وانطلاقته، فعلى سبيل المثال مديريه التعليم هي مديريه اساسيه لانطلاقه العام الدراسي، فتضم مديريه التعليم التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتعليم الخاص. إضافة إلى التقنيات. وهي مفاصل أساسية للتحضير لبدء العام الدراسي واستقبال التلاميذ تمام. في مرحلة التعليم الأساسي. أو الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي. أيضا مديرية الإشراف التربوي لها دور كبير من خلال الزملاء في التوجيه. وهم في الميدان أيضا سواء في الوزارة أو حتى في مديريات التربية أو حتى في المجمعات التربوية. تمام. فهم من يتابع إقلاعتها هذا العام الدراسي بشكل ميداني ايضا وتعاونت هاتين المديريتين بالتنسيق مع المديريات الاخرى المعنيه مثل مديريه التعليم المهني، مديريه الصحه المدرسيه للجاهزيه لانطلاقه العام الدراسي بشكل صحيح وسليم مما يؤمن الحمايه والوقايه لاطفالنا ولطلابنا. في المدارس تمام. وايضا التنسيق مع مديريه الابنيه المدرسيه بحيث نقوم بعمليه الحاق التلاميذ في المدارس التي تم احداثها او ترميمها او استعاده هذه المدارس سلامتها البنائيه بعد الترميم من قبل مديريات التربية وبإشراف دوائر الأبنية المدرسية فنقوم نحن فورا بإعداد الجهاز والكادر التدريسي والتعليمي لإدخال التلاميذ وانطلاقة العام الدراسي لها مع إن شاء الله بدء يوم الأحد أربعة تسعة 2022 واثنان كل المديريات معنية دون استثناء وهذا التنسيق ياتي من خلال الهرم، السيد الوزير وأسادة المعاونين كل حسب اختصاصه يتابع المجالات التي فيها والتي تتبع لكل معاون، فتم التنسيق لاقلاع عام دراسي ان شاء الله تكون موحده بنمط واحد في مختلف مديريات القطر. فوضعت نعم. خطه لانطلاقه هذا العام الدراسي. نتحدث عنها اكيد ان شاء الله. نتحدث بمفاصل نعم. بشكل عام ولكن مثل ما نوهت اذا هو استعداد استعداداتكم ضمن نطاق مديريه التعليم دائره التعليم الاساسي هو ليس فقط حكر على من هو يتواجد طبعًا ضمن الدائره كما ذكرت وانما هو عباره عن خطه عمل نعم وتنسيق بين جميع الاطراف اللي ذكرتها حضرتك نعم كل مديريات الوزاره معنيه بهذا الموضوع اذا يعني من هنا تبرز اهميه هذا التعاون والتشاركيه ايضا بين الاطراف الاخرى ولكن انعكاس هذا التعاون بين هذه الاطراف قديه بتشوفوا مهم جدا بنجاح عملكم بالتعليم لا. الاساسي وبنفس الوقت بنجاح عمل الدوائر الاخرى وحتى ان كان المستويات الادنى ادنى من الاداره المركزيه. طبعا آه هذا التعاون انعكاسه على ارض الواقع في الميدان على مديريات نعم. التربيه وانعكاسها على المدارس، فالمدارس التي تطبق في الميدان والمدارس لدينا هي الاكبر قطاع هو قطاع التعليم الاساسي، ثم تاتي التعليم الخاص والتعليم الثانوي والتعليم المهني، نعم. لكن اكبر قطاع واوسعها هو مرحله التعليم الاساسي من الصف الاول صحيح. حتى الصف التاسع، اضافه الى آه حاليا عندنا برنامج استعد صار يلحق بمدارس التعليم الاساسي هي مرحلة رياض الاطفال الفئة الثالثة الكي جي 3 نعم. طبعا هذه المرحلة يتم الحاقها ضمن مدارس التعليم الاساسي بشعبة صفية وتم التوجيه لمديريات التربية بالتوسع والاحداث حسب امكانياتها في كل مدرسة يتاح لها شعبة صفية فارغة ضمن مدارس التعليم الاساسي تمام. الحلقة الأولى حصرا <applause> طبعا حتى يكون المستوى العمري متقارب هذا شيء جديد يعني هذا العام رح نلاحظه ولا, ولا تطوير على تجارب يعني بداتوا فيها بالعام الأعوام السابقه صار له المشروع اكثر من خمس سنوات وكان المشروع من قبل مركز الطفوله المبكره, المبكرة تماماً. والغايه منه تطبيقه في مدارس التعليم الاساسي للتوسع كون مدارس التعليم الاساسي الحلقه الاولى موجوده ليس تماماً. في كل منطقه تماماً. وليس في كل ناحيه وليس في كل قريه بل موجوده حتى على مستوى المزارع احيانا صحيح. مناطق بسيطة فيها مدرسة تعليم اساسي فقط فيكون فيها شعبة صفية فارغة ممكن نحدث فيها برنامج استعد. وبالتالي هي التوسع افقي يكون وزيادة اعدادها لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الاطفال من هذه الشريحة من عمر الخمس سنوات، دم هذا دم. هو المقصود في مشروع استعد. الغاية منها استقطاب الشريحة الاكبر لهذا السن، اما التعاون في مجالات القطاعات الاخرى لمرحلة التعليم الاساسي فهي تتم من خلال كل المديريات المعنية و هنا لابد من التركيز على بعض الجوانب اذكر الان بعض الامثله ادخال بعض المعلمين من زملائنا خاصه الدورات الجدد يتم من خلال التدريب، هنا دور لمديريه التدريب والاعداد والتاهيل طبعاً التربوي. طبعاً. ايضا عندنا حالات من التدريب والتعليم اللي يحتاجها المتعلم يعني الطالب او التلميذ داخل المدرسه للحاسوب، فهنالك دور لمديريه المعلوماتيه. طبعاً. هو مكمل للتعليم الاساسي هكيد. ايضا والتعليم الثانوي وكل مراحل التعليميه. اذكر مثال اخر سلامه الوضع الاداري للمدرس هذا من دور مديريه التنميه الإداري وهي دور اساسي وهي عصب في الوزاره. طيب سلامه وضعه المادي الاجر اللي يتقاضاه المعلم هو دور اساسي لمديريه المحاسبه، اذا بالتالي هذا التعاون كله يساعدنا على انجاح العمل، وانا نعم. اقصد هنا ببعض الامثله ضربت امثله لخمس او ست مديريات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. تماما تماما. اذا بالنسبه لمشروع استعدوا يعني هو فينا نقول جميل. وخاصه أن هو عم يستهدف في المراحل الاولى اللي هي بأمس حاجه لوضع حجر اساس صحيح في صحيح. بناء المعرفه في البناء النفسي حتى بالنسبه نعم. لطلابنا بهي المرحله يلي يعني ولتهيئتهم للعام الدراسي وبنفس الوقت تهيئتهم لينتقلوا للمستويات اللاحقه يعني الاعلى نعم. من خلال هذا الصف الأول المشروع. التعليم الاساسي صحيح بس سؤال هذا المشروع هو ممتد على جميع المحافظات الان فينا نقول شموليته الى اين وصلت نعم شموليته طبعا البداية كانت أنا أتحدث يعني بأرقام بسيطة لكن هذا الحديث قبل خمس سنوات اليوم يختلف الرقم بدأنا ب213 مدرسة اليوم الرقم زاد زادت أعداد المدارس والآن وجه السيد الوزير طبعا منذ نهاية العام الدراسي الماضي بأن تقوم كل مديرية التربية حسب استعداداتها باستطلاع ميداني لبيان كل مدرسة تعليم أساسي حلقة أولى فيها شعبه صفيه ممكن الاستغناء عنها كبناء اقصد تمام تمام وتحويلها الى شعبه تعليم برنامج استعدوا فالغايه منها هي تهيئه التلاميذ أو الأطفال قبل ما يدخل إلى مرحلة التلمذة في التعليم الأساسي نفسيا وتهيئتهم لاستعداد تقبل المدرسة بصورة محببة فمرحلة التعليم الرياضي للأطفال تحتاج إلى توسع كبير وخاصة أن نسبتها بسيطة لدينا في القطر فكانت منذ سنوات لا تصل إلى 8% من أعداد المطلوب تحقيقها من عدد المواليد الموجودة تمام. في القطر. الآن النسبة تتجاوز أكثر من 23% وهي تمام. نسبة جيدة وإن شاء الله نحو النمو في هذا العام. والبيانات الإحصائية بعد إقلاع الأسبوع الأول تتضح لدينا الصورة تمام. أكثر ترك سيد الوزير المجال لمديريات التربية أعطاها قرار بأن هي من تقوم بعملية اتخاذ القرار لإحداث هذه تمام. الشعب طبعا هي الأدرى بواقع الميدان اللي عم بتعيشه كل محافظة بمحافظة والواقع وكل مدرسة حتى. وكل نعم. مدرسة تماما إذا استعداداتكم دكتور هي ليست فقط تقتصر على الجانب المكتب والعمل الورقي وإنما أيضا في هناك عمل ميداني وجولات على نعم. المدارس يعني من ضمن هاي الجولات تفضلت حضرتك إنه عم, عم تحاولوا تجهزوا الغرف الصفية اللي هي ممكن إنه نعم. يتم الاستغناء عنها لمشروع استعدوا نعم. عن مستلزمات تجهيزات. نعم خلينا نحكي او نبدا بهاي المرحله انطلاقه بالنش... عام دراسي بالضبط تماما يعني وصولا نعم. للصف الاخير من مرحله التعليم الاساسي طبعا الصف التاسع الاساسي نعم. لو بدانا ب... يعني خط... نتعرف على خطتكم بال... للعمل على تامين هذه المستلزمات بدءا من مشروع استعدوا يلي يعني هو بيشمل تنين رياض اطفال الفئه الثالثه ثم مرحله التعليم الاساسي الحلقتين تماماً. الاولى والثانيه تماما نعم. ضمن استعداداتكم طبعا قبيل انطلاق العام الدراسي جديد. طبعا وجه السيد الوزير السنه في خطه عمل لاقلاع العام الدراسي وانطلاقه العام الدراسي خطه عملها بسيطه تتضمن اول شيء في اليوم الاول عملية جذب للأطفال والتلاميذ خاصة المرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى فالعودة أحيانا تكون في بدء العام الدراسي ثقيلة على الأطفال للصف الأول تمام. وعدم تقبله أحيانا المدرسة وهي إحدى المشاكل اللي يعاني منها الأطفال إضافة إلى كل المراحل أنه تكون إقلاعة العام الدراسي فيها ضعف بالدوام نسبيا بسيطة باليوم الأول تمامًا فركز البيان أو التوجيه على أن يقوم كل زملائنا في إدارات المدارس مدراء مدارس مدارس ومعاونين وجهاز اداري وتدريسي بانشطه لا صفيه وتقديم احتفالات وعروض فنيه مع تعزيز جانب الزراعه، طبعاً. الزراعه كون التعليم الريفي هو طبعا اليوم مخصص بماده بسيطه راح نتحدث عنها طبعاً. بعد قيد التربيه المهنيه ويقوم بعمليه هذه الزراعه الاطفال الاصغر سنا حتى نعزز لديهم قيم التعاون مع الاقران. وأيضاً احتفاليات بسيطة أخرى كرنفالية وألعاب وتسلية داخل المدرسة في اليوم الأول إضافة إلى خطة توزيع الكتب المدرسية منذ اليوم الأول على التلاميذ توزيعهم على الشعب الصفية ويكون الجدول مع الكنترول والجدول الفردي لكل مدرس جاهز للدخول إلى الشعب الصفية فوراً. ومن ثم تقوم أمانة المكتبة في كل مدرسة بتوزيع هذه الكتب في اليوم الأول تماما طبعا هذه الاحتفالية تترافق مع أنشطة أيضا موسيقية وأحيانا ممكن تركنا المجال للمدارس تقدم عروض مسرحية تم أو غنائية يعني تم تعميم هذه الم... تم تعميمها وإن شاء الله راح نشهدها باليوم الأول باليوم في الأول. الانطلاقة نعم. وبعد قليل راح يكون في اجتماع موسع للسيد الوزير مع كل زملاء المدراء التربية تماماً. والإدارات تماماً. مع تتوجه في توجه الوزارة في هذا العام ان يكون العام الدراسي احتفاليه في الانطلاق ضمن بدايه نعم. رسميه منذ اليوم الاول لعام الدراسي حتى نعم. يتم الانطلاق بصوره جديه بصوره جديه وبالشكل الصحيح ومعرفه كل متعلم مكانه تماما. فمتطلبات العمليه التربويه ليست فقط في الكتاب المدرسي هنالك مستلزمات اساسيه اخرى اذا وجد الجهاز الاداري والتدريسي مع البناء المدرسي هنالك مستلزمات اساسيه والكتاب هو مستلزم ومتطلب تماما الاساسي تماما لكن مثلا المقعد له دور اساسي الجاهزية للشعب الصفية من ناحية النوافذ والأبواب وغيرها ناحية توصيلات الكهربائية ناحية توصيلات الخدمات الفنية, الفنية تماما مثلا دورات المياه خزانات المياه تفقد سلامة الصحية تعقيمها كل هذه جوانب اساسيه هي لوجستيه طبعا. لتامين التلميذ اثناء دخوله الى المدرسه خلال هالساعات السته اللي يقضيها داخل المدرسه. معناتها هذا الحكي فينا نقول انه هو الان هو يتحقق بالاسبوع الاداري نعم. قبل انطلاق العام الدراسي والدوام الرسمي منذ اليوم الاول بالنسبه كمان للاسبوع الاداري يعني اليوم كثير لما بنسمع انه في اسبوع اداري بالمدرسه نعم. ماذا يشمل هذا الاسبوع؟ شو هي التوجيهات اللي حضرتكم فيما يخص التعليم الاساسي ويعني والمراحل الاخرى اللاحقه ولكن تحديدا مرحله التعليم الاساسي نعم. توجيهات الوزاره والاداره المركزيه من خطه عمل في الاسبوع الاداري. خطه الاسبوع الاداري تتضمن اول شيء اخذ الجداول والكنترولات لتوزيع ملاكات المعلمين وانهت مديريات التربيه تشكيلاتها لتوزيع المعلمين على المدارس كل حسب اختصاصه الدوائر الاساسي وزعت معلمينها في التعليم الاساسي لمدارس الحلقتين الاولى والثانيه زائد برنامج استعدوا التعليم الثانوي في مدارس التعليم الثانوي العام الصف العاشر الى حتى صف البكالوريا الثاني عشر تماما المهني ايضا انتهى من استعداداته وتوزيع ملاكاته ايضا، التربيه الرياضيه ايضا انهت توزيعاته وتشكيلاتها. تماماً طيب الاسبوع هذا شو يتضمن داخل المدرسه الان؟ داخل المدرسه يتضمن نقطه اساسيه انهاء كل امانه مكتبه بتجهيزاتها لاعداد التلاميذ باستقطاب الكتب. تماما الكتب المدرسيه اللي هي الاهم في توزيعها. النقطة الثانية تقوم إدارات المدارس بتوزيع التلاميذ على الشعب الصفية، هذا التوزيع يكون بشكل عادل مع مراعاة الفروق الفردية، تمام. ماذا نقصد بمراعاة الفروق الفردية؟ كعلم تربية يجب أن يكون لدينا في كل شعبة صفية مستويات متفاوتة، لا يجب العزل ووضع شعب صفية هذه الشعب والله للطلاب المتميزين والمتفوقين الشعبة الثانية على سبيل المثال أضرب. آه لا تجوز أن تكون الشعبة الثانية والله المستوى المتوسط، الشعبة الأخير مثلا مستواهم ضعيف، لا تمام. هنا عملية التوزيع ل... نعم لخلق نعم. حالة من مراعاة الفروق الفردية وشد مستوى المتوسط إلى الأعلى والضعيف إلى المتوسط ثم حتى طبعاً. يصل إلى المستوى طبعاً أسبت... الجيد ثم الممتاز التجارب على أرض الواقع دكتور بأنه عندما يوضع طفل نعم. مستوى أقل أو ضعيف وسط مع طفل مستوى متفوق تحدث هناك مجموعة نعم. من التحفيزات وحتى تنعكس في على المعلم يصير أثر إيجابي صح على البيئة نعم. ككل حتى المعلم يفقد جانب التحفيز في أثناء عملية تدريسه أو تعليمه لذلك تنوع هذا شيء ضروري، نقطة أخرى أيضا رابعة وأساسية وضرورية هي توزيع المعلمين وتشكيلهم على الصفوف وتوزيع الأنصبة بينهم تماما فلدينا في كل مدرسة على سبيل المثال أربعة خمس مدرسين اختصاص عربي، لغة ثلاث أو أربعة، رياضيات ثلاث أو خمسة إلى آخره، يتم توزيعهم على الشعب الصفية وتوزيع هذا الكونترول من ثم وتحويله إلى جدول، تمام. هذا الجدول هو الجدول الأسبوعي للمدرسة والجدول الاسبوعي يتضمن في هذا الاسبوع يجب ان يكون جاهز ومنتهي كل اداره مدرسه من اعداد في هذا الجدول تماما نعم. هذا بيكون شو الغايه منها الغايه منها هي عند دخول المتعلمين يعني ابنائنا التلاميذ في التعليم الاساسي او نعم. الطلبه في او الطلاب في مرحله التعليم الثانوي يكون امامه جدول من اليوم الاول جاهز فهذا الاستعداد ياتي من فتره الدوام الاداري صحيح وهذه العمليه تحتاج الى جهد وخاصة للمدرسين ممن هم أنصبتهم مشتركة لأكثر من مدرسة. أحياناً في عندنا بعض زملائنا المدرسين لديه نقص في النصاب فيكمل في مدرسة أخرى قريبة صحيح. وأحياناً أكثر من مدرستين حتى. طبعاً. هذا يحتاج جهد من مدير المدرسة في إعداد الجدول. وبدء بناء الجدول يبدا من المدرسين الاكثر اشتراك في مدارس يتم التنسيق مع ادارات هذه المدارس لوضعها. يعني, يعني فمن غير نعم من غير, نعم غير المنطقي انه مدرس يكون في عنده نعم حصه نعم بمدرسه وبالتبديل توضع حصه بمدرسه اخرى نعم حتى لو كان بيناتهم يعني مجرد جدار وباب يعني بدها وقت العمليه التنقلات و عندنا يعني هذه الفرصه ايضا هي حقل المدرس راح صحيح صحيح نقطه اخرى ايضا وهي نقطه هامه من ضمن استعدادات انطلاق المدرسه العام الدراسي التشكيلات اللي يقدمونها الدوائر المعنيه الاساسي او ثانوي او مهني او رياضه الى اخره هذه التشكيلات تنعكس على ارض الواقع وتحتاج احيانا الى تبديلات او تغييرات هذه التغييرات تتم خلال هذا الاسبوع م. وليس بعد انطلاق العام الدراسي فيفضل التقليل او الانهاء من عمليه التنقلات بعد افتتاح العام الدراسي ودوام المعلمين هو اسبوع يحسم هذا الموضوع نهائيا وانما اسبوع دوام التلاميذ يبدا تمام فيه الجانب الجدي واستقرار كل مدرسة بمدرستها تماما ولا تعالج فيها الا الحالات الطارئه وتوقف فيها حالات المناقلات نقطة أخرى أيضا هامة هي توزيع واستعدادات الكادر الإداري والتدريسي لاستقبال هؤلاء التلاميذ داخل الشعبة الصفية قلنا هنالك أمور لوجستية مثل جاهزية المقاعد وجود أي نقص يحتاج تعاون في إدارات التربية ما بين دوائر المعنية الأساسي أو الثانوي مع المهني فمن يقوم بالتصنيع لهذه المقاعد هم زملائنا في المهني مديريات المهني. المهني ودوائرها المعنية في كل المحافظات مشكورين تقوم بدور كبير وأوجه شكر لزملائنا معلمين الحرف على دورهم الكبير في انجاز هذه المقاعد وصيانه مقاعد ايضا غير الجديده ايضا في عندنا خطوة رائعة خلال فتره الصيف خطوة رائعة وانا اعرف تماما كثير من, من زملائنا الطلاب نعم في التعليم ل... المهني ما عطل في فتره الصيف وانما بجهد متواصل حتى يقوم بواجباته الامتحاني وغيره وبعدها يرجع على ورشات العمل الفنيه لتقديم هذه المقاعد وجهوزيتها ايضا في عندنا جانب اخر للاستعداد وهي بناء بناء الحاله المعرفيه لكل معلم ورغبته في الجدول نحو الصف اللي يرغب بالتعاون معه او اللي يقوم بتدريسه خلال هذا العام، فهنالك طريقتين او اكثر، بعضهم يحتاج دائما ان يقول استمر مع تلاميذي في المستوى الصف الاعلى، وبعضهم يميل الى ان يغير الصف ويخرج الى مستوى تعليمي اخر. تمام. احنا نركز دائما وهنالك توجيه من السيد الوزير ومن وزاره التربيه ان يوضع زملائنا الاكثر كفاءه في التدريس في الاساسي طيب. هم من زملائنا ذوي آه الشهادات العليا طيب. وممن طيب. لديهم ايضا الخبره التدريسيه الخبره طيب. التدريسيه اقول ليس فقط موضوع جانب الشهاده بقدر ما هو ايضا الخبره التدريسيه طيب. والمهاره طيب. التدريسيه طيب. على الصف الاول طيب يعطى للصف الاول المعلمين الاكثر كفاءه تماما دكتور حابين طبعا كل معلمين بكفاءه جيده وممتازه لكن دائما هنالك معلم متميز في تفضيلات حتى الخبره بتلعب دور طبعا كل شيء هاي فروق فرديه آه لابد منها يعني كمان في شيء بيتعلق بشخصيته للمعلم نفسه فروقات فرديه حتى بين المعلمين نعم هلا حابين نحن نحكي بشكل موسع عن التشكيلات تشكيلات زملائنا المعلمين اللي داخل الملاك بعدين ننتقل نعم. اللي خارج الملاك والوكلاء وإلى آخره حتى ووساعد. تشكيلات نعم. المدراء ولكن خلينا الآن بالنسبة للمعلمين م. كل معلم تقدم بطلب نقل يعني في الوقت كان مقرر نعم. بالعام يدرس. الدراسي تتم دراسته من أجل وضع التشكيلات نتعرف على آلية وضع التشكيلات ما هي المبررات إذا كان في عنا مثلا معلمين, معلمين اثنين مثلا تقدموا إلى نفس المكان بطلب نقل لماذا يتم اختيار أو تفضيل معلم على معلم آخر الأسس تماما شو هي لا. الشروط الأسس التي لا. توضع عليها التشكيلات كدوائر تعليم أساسي في القطر معنية بالتشكيلات داخل المدارس وتوزيع الكادر التعليمي تمام. وفق ناظم هذا الناظم غالبا ما يوضع بالتعاون من خلال اللجنه الثلاثيه و نعم وهذه الاسس والنواظم التي توضع فيها حسب قدم الدورات وحسب المثوبات او العقوبات الموجوده لدى المعلم تمام. تبدا بدايه من كل اختصاص فمعلمي الصف من قبل زملائنا التوجيه التربوي والمعلم والمدرسين الاختصاصيين من قبل زملائنا كل حسب اختصاصه، الموجه طبعا. الاختصاصي. نعم. يوضع مسوده تشكيلات وترفع الى الدائره المعنيه، اللي هي دائره التعليم الاساسي. نعم. رئيس دائره التعليم الاساسي يقوم بدراسه هذه المقترحات المقدمه من زملائنا وفق طلبات النقل، فينقل المعلم بثلاث حالات في عندنا، يعني في حال تقدم بطلب خطي وهذا الطلب طبعا. موجود له شاغر وموجود له احقيه فيه نعم. ما يكون في اقدم منه يعني متقدم والنقطه الثانيه في حال وجود تقرير رقابه داخليه او تقييم نهايه العام الدراسي وهذا التقييم يكون سري يرسل من مدراء المدارس الى ادارات التربيه يكون بلجنة مشكلة طبعا هذه اللجنة من قبل الموجه المختص ورئيس دائرة التعليم الأساسي والمدير المساعد الأساسي وتوضع تصوراتها لمدير التربية فإحدى هذه الحالات الثلاث يتم تحريك المعلم ونقله من مكان إلى آخر وفي حال توفر الشاغر شريطة أن لا يكون هذا الشاغل متقدم له أحد أكثر أحقية تمام. شو المقصود الأكثر تمام. أحقية؟ إذا تقدم لهذا المكان أكثر من معلم وهنالك حسابات للدورة م. شو هي الدورة؟ دورة التعيين وليست التخرج مو بالضرورة أنا أتعين مثلا في عام 2000 أنا تعينت لكن قد يكون قدمي في التخرج تمام. قديم بسنة في 90 ولكن في معيار آخر كتير نحن نسمع فيه وحتى لما كنا نحن مدرسين نعم. يمكن بيعمل شيء من الإشارات اللغط أو الجدل بموضوع الاحقيه والتفاضل هي مثلا احيانا بيكون ابن المنطقه نفسها متقدم لي الشاغر نعم. وفي ابن منطقه ابعد منه مثلا هون الافضليه ما بصير في إلى مجموعه من المبررات لحتى يصير في تعديل معين وتروح الاحقيه لابن المنطقه اللي بيته اقرب للمدرسه ولا انه نرجع على نفس الاسس اللي, اللي تفضلت حضرتك وذكرتها حسب القدم والخبره نعم. والدورات المتبعه نعم. في دراسه لهيك حاله دكتور كما تفضلت ابن المنطقه لكن في المناطق الابعد وخاصه النائيه وشبه النائيه تعطى الاولويه له في التعيين عن الوافد من منطقه اخرى من بعيده تعليميه المحافظة او نعم. منطقه أخرى. لكن ان تساووا في الميزان واثنان من ابناء المنطقه او اثناهم كلاهم من خارج المنطقه والدوره تلعب دور اساسي دوره التعيين دور اساسي في هذا القدم لكن هذه في المناطق النائيه او شبه النائيه اما في حالات الاخرى الطبيعيه وهي معظم مدارس القطور وفق هذه الحالات لا تعطى الاولويه للمدرس الاقدم الاقدم نعم نعم. وفي حال عندنا تقليص بالأنصبة يخرج المعلم الأحدث من المدرسة تماما. الأحدث دخولا وليس أحدث. الأحدث. نعم وليس طبعا من حق المدرس حدورها. اللي عنده خبرة كمان أنه يعني أنه يرتاح آه وما ما يعاني من موضوع التنقلات والذهاب والإياب إلى آخره بحيث طبعا بحيث أنه راحة نفسية خلينا نقول ليس فقط كنوع من التكريم ولكن كنوع من يعني توفير الجو المناسب إكراما فينا نقول لل يعني الشيء اللي قدمه نعم. هو بمسيرته التعليمية وجه السيد الوزير بان تكون هنالك فرصه لوضع المعلمين زملائنا في المنطقه الاقرب تعليميا لهم تمام. الى سكنهم مم. الغايه منها هي تقليل نفقه المواصلات والتنقل للمعلمين كسب الوقت للمعلمين نعم. واعطاء راحه نفسيه وجهد تقليل من الجهد تمام. اللي ممكن يبذل المعلم في عمليه الانتقال خاصه انه في عندنا زملائنا المعلمين في المناطق البعيده يحتاج الى وقت طويل يعني على سبيل المثال بعض المحافظات يحتاج إلى مسافة أحيانا يقطع أكثر من مئة كيلومتر، وبالتالي هو صحيح يحتاج إلى استقرار، لذلك تمت معالجة هذه المسألة وجهت الوزارة وتم تلافي هذا الموضوع، لكن لا أقول كاملاً وإنما في قسم كبير من المناطق اللي تأمن فيها السكن بأن يكون هنالك سكن يؤخذ جزء من مدرسة وتخصص فيه غرف وتنشأ فيها. ملحق لدورات المياه والحمامات والمطبخ تساعد على استقرار زملائنا المدرسين طبعاً. في منطقه معينه فخاصه في المناطق البعيده بدل من التنقل والتكلفه الماديه يكون في استقرار في وهي هذه المنطقه وهذه خطوة المطبخ. فعلا جد هي خطوه مريحه بالنسبه للمعلم الوافد نعم. وترك فيها المجال للتعاون بين زملائنا رؤساء المجمعات ومدراء المدارس ومدراء الثانويات مع المخاتير مع مدراء النواحي مع المجتمع المحلي في, المحل في المنطقة وتعاون الأهالي في هذا الموضوع أثمر الحقيقة في كثير جدا من المناطق صحيح قدموا كثير من المناطق سكن من تلقاء نفسهم قدموا أيضا عملية النقل للمعلمين في نهاية الأسبوع كواسطات النقل لا يوصلوهم نعم إلى أهلهم في مراكز المدن ويقوموا بإعادتهم ايضا هنالك اتخاذ اجراء قانوني للوزاره بحيث تغطي هذه النفقات وتعطي تعويض من زملائنا لزملائنا المعلمين ممن وفدوا الى مناطق نائيه او شبه نائيه للتدريس فيها من خلال مكرمة ومرسوم من السيد الرئيس بتعويض المناطق النائيه وهذه تعوض قليلاً من تكلفة السفر أو غيرها تماماً طيب إحنا قبل ما نرجع نحكي بتشكيلات الوكلاء والمدراء ومن خارج, خارج الملاك نحن نعم. نتوقف بفاصل سريع قصير نعم. وبعدين نرجع لحتى نكمل الحكي والحديث حول هذه التشكيلات وأيضاً نعم. الاعتراضات من يحق له أن يعترض على جدول التشكيلات نعم. أو أنه يعترض على رغبه نعم. لم تتحقق بالنسبه لعمله ولكن بعد نعم. الفاصل اذا مشاهدينا فاصل سريع وبنرجع خليكم معنا إذا نعود للحوار مع الدكتور رامي رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية مشاهدينا لنستكمل موضوع التشكيلات وآلية العمل لمن هم خارج, خارج الملاك وأيضا نعم. الوكلاء دكتور وبالنسبة لتشكيلات الخاصة بمدراء المدارس نعم طبعا بداية راح أبدأ من الأخير من تشكيلات مدراء مدرأ المدارس. المدارس نعم أنجزت مديريات التربية كاملة تشكيلات مدراء المدارس ومعاونين المدراء وايضا الكادر الاداري فيها من توجيه او توجيه طبعا اداري في داخل كل مدرسه او امانه سر مكتبه مخبر الى اخره واغلقت الشواغر وهذه العمليه تمت قبل افتتاح العام الدراسي وقبل دوام الاداريين وتم ترميم بعض الشواغر ان وجدت اثناء الافتتاح لاسبوع الدوام الاداري تمام تمام تشكيلات الزملاء المدراء تمت من خلال التعاون ما بين مديريات التربيه وما بين رفاقنا في فرع الحزب مع زملائنا ايضا نقابه المعلمين لاختيار وانتقاء كوادر اداريه مؤهله لان تقود اداره مدرسه في كل المحافظات وفي كل المناطق. طبعا. النقطه الثانيه بعد انجاز التشكيلات الاداريين بمختلف انواعها الان تشكيلات زملائنا الوكلاء، طبعا نعم. الوكلاء لهم حصة كبيرة في هذا العام وموزعة في عدد كبير من المحافظات، لكن نعم. ليس في كل المحافظات، نعم. فهناك لدينا محافظات لديها اكتفاء وفي فائض في عندها فائض تماما نعم. وفي محافظات عندنا هي بحاجة ولكن في مناطق معينة، فأعلنت مديريات التربية في الصيف عن حاجتها لاستقبال نعم. عدد من الوكلاء ومن المكلفين بساعات خارج الوكلاء أو وكالة الساعات. هذه الوكاله الوكاله الاختصاصيه تسمى تماما الان اوضح للوكالتين وكاله الحلقه الاولى هي وكاله مباشره لمن يحمل شهاده الاجازه الجامعيه فما فوق له الاحقيه خاصه دكتوره ماجستير اجازه جامعيه له الاحقيه وفق الترتيب كما ذكرت لا يحمل اجازه جامعيه معهد ياتي بالترتيب بعدهم طبعاً. لا يحمل اجازه لا يحمل شهاده المعهد وانما يحمل فقط التانوية. شهاده البكالوريا الثانويه العامه للادبي او العلمي او الشرعيه يحق له ايضا التوكيل في حال عدم توفر الاختصاصات السابقه طبعاً. لكن بالترتيب. اولويه للتخصص للشهاده الجامعيه التخصص, التخصص ومن هي. يحمل شهاده الدراسات العليا دكتوراه ماجستير دبلوم دبلوم تمام. تاهيل تربوي ومن ثم اجازه جامعيه ومن ثم تمام. معهد اخيرا البكالوريا. طبعا البعض راح يتسألون البكالوريات الاخرى، البكالوريات الاخرى ليس لها تكليف في الوكاله الا في حالات انسد الطريق تماما وما عاد عندنا اي حاله من الحالات اللي ذكرناها قبل قليل من انواع الشهادات. نعم تماما النقطة الثانية نعم. تشكيلهم في الحلقة الأولى يتم من قبل دائرة التعليم الأساسي بشكل مباشر وللحلقة الثانية وكالة الاختصاص من قبل دائرة التعليم الأساسي يتم تكليفهم من خلال الذين تقدموا كشهادات جامعية أو أحيانا من طلاب السنة الخامسة مثل الهندسات تمام. أو صيدلة أو غيرها أيضا نستقبله للتدريس أحيانا طب بشري نستقبله في التدريس اختصاصات تدريسية كافة بكل أنواعها الشهادات التعليمية تمام. تاريخ لغة عربية جغرافية إلى آخره لغات فهذه تتم عمليه تحويلهم الى الموجه الاختصاصي. تماما الوكاله في الحلقه الاولى يتم انشائها من الموجه التربوي ومن ثم تحول الى رئيس دائره التعليم الاساسي. تمام. الوكاله الاختصاصيه من الموجه المختص تحول الى رئيس دائره التعليم الاساسي، تمام. رئيس دائره التعليم الاساسي يقوم بدراستها كافه وتوزيعها بشكل عادل على المدارس تمام. وان وجدت اعتراضات ايضا كما الحق لمن هو داخل الملالك هنالك حق لمن هو خارج, خارج انا وانت تقدم انا تماماً. مجاز وانت لا تزال مثلا التبولي. سنه رابعه فرضا لغه عربيه تماماً. واثنين احنا مختصين انا مجاز لغه عربيه وانت مجاز لغه عربيه لكن آه الأفضلية, أنا الافضليه, لكوني انا للأقدم. المجاز صحيح اذا آه ايضا تفتح باب الاعتراضات ويتم سد الشواغر خلال اسبوع الاداري ويباشر الوكلاء مع انطلاقه سواء وكاله العاديه او الوكاله الاختصاصيه، الوكاله في الحلقه الاولى او الوكاله الاختصاصيه في الحلقه الثانيه، بعد تشكيله من قبل دائره التعليم الاساسي منذ اليوم الاول لانطلاقه العام الدراسي بدوام التلاميذ. نعم. والطلاب. طبعا البعض يتساءل ما لهم دوام في فتره الاسبوع الاداري؟ اقول لا ليس لهم دوام، هي من ضمن مرحله الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي في اسبوع الدوام الاداري، فمدير كل مدرسه يبلغ بالشواغر لديه. تمام. من خلال كنترول يوزع له انه في عندي عدد من المعلمين مثلا معلمة فورا طلبت مني اجازه اجازه امومه في كذا في اجازات طارئه ممكن تماما ممكن ممكن في شواغر ثابته ودائمه احيانا نعم نعم فيقوم فورا مدير المدرسه بالتواصل مع رئيس دائره التعليم الاساسي وهو من يقوم بسد هذه الشواغر من خلال تبليغ زملائنا الموجهون الاختصاصيون والتربويون وايضا تمام. للمجمعات يقوم رئيس المجمع بالتعاون مع زملائنا التوجيه الاختصاصي او التربوي وانشاء ايضا تشكيلات للوكلاء داخل خارج الملاك سواء نعم. في الحلقه الاولى او في الحلقه الثانيه لوكاله الاختصاص ويقوم بارسالها ايضا الى رئيس دائره التعليم تمام. الاساسي وتصدر بعد موافقة رئيس دائرة التعليم الأساسي ومدير التربية المساعد عليها للتعليم الأساسي والمدير المختص مدير التربية تمام اللي من. يقوم بمصادقة عليها وإصدار تشكيلات. اسمحنا نأخذ سؤال على صفحة الفيسبوك من جنا عم تقول إني أنا تقدمت لطلب نقل هذا ضمن السياق حكينا على التشكيلات أه على ما يبدو إنه هي شافت إنه ما أه أو تراجعت أو إنه ما بيناسبها ولكن بعد ما تقدمت للطلب هل نعم. يحق لي الغاء الطلب او الاستنكاف عن يعني التوجه الى المركز اللي تم تشكيلي فيه او المدرسه والبقاء في مكاني يعني شو بده يتصرف هون المدرس نعم. بهاي الحاله في حال عدم حصول الانفكاك والمباشره من الطرفين الطرف اللي نقل والطرف اللي غطى مكانه ما في لا انفكاك ولا مباشره تاخذ موافقه مدير التربيه بطلب خط يقدم إلى مدير التربية يحيله إلى الدائرة المعنية دائرة التعليم نعم. الأساسي، فيقوم بالشرح على المذكرة والطلب رئيس دائرة التعليم الم... الأساسي طبعًا. ويحط يضع مقترحه طبعاً معاون مدير التربية التعليم الأساسي بالموافقة، ثم مدير التربية. يتخذ إحنا بننصحها إنه ما تأخذ الإنفكات ما تنفك من المدرسة اللي هي حابة تضل فيها. نعم، لكن إذا كان في عندنا يعني طرف آخر نقل وانفك هنا لابد من التنفيذ. اه في حال انه من ضمن التشكيلات انه نعم. هو لانه اخذ بعين الاعتبار انه هي تشكل في مدرسه اخرى مصالح شاغره فهي حكما راح يفكها مدير المدرسه اما إم ليت ان لم يتم التنفيذ من الطرفين فتتقدم بطلب فورا لمدير التربيه قبل التنفيذ اذا قبل التنفيذ بسرعه نعم. القصوى طلب يجب لمدير تت... التربيه حتى تتم المعالجه الغاء طلب ولا اسمه... من هذا الموضوع اسمه هذا الطلب الغاء يعني تشكيل ولا ما وال... الغاء طلب نقل الغاء طلب نقل لمدير التربيه اذا نحن نعم. هاي كثير معلومه مهمه وانا برجع بقول لكل عم يتابعونا من زملائنا المعلمين نعم لمن يرغب بالتراجع اكيد عن... نعم. اكيد واتصالاتنا نحن منتظرين يعني انه منتظرين اتصالاتكم والارقام عم تظهر اسفل الشاشه للي عنده اي استفسار اي تساؤل شريط التحقق هذين البندين اللي تحدثنا عنها تماما الطرف المنقول والطرف المنقول مكانه إيه؟ انه ما نفكه ولا باشره تماما في كمان من السيده اسماء آه عم تقول انه في سؤال هل يستطيع الطالب المسجل دكتور بمدرسه خاصه الانتقال الى المدارس الحكوميه؟ نعم يحق له الانتقال في مراحل التعليم الاساسي او التعليم الثانوي، الانتقال من مدارس خاصه الى مدرسه حكوميه والعكس ايضا صحيح. تماما، واذا كان الطالب في مرحله التعليم الاساسي يدرس خارج سوريا ثم عاد ليستقر بسوريا لظرف ما لسبب ما هون شو, بتص... شو المفروض هون؟ لا ضير مباشره، شو الاوراق اللي موجوده معه متوفره معه؟ وخاصه الثبوتيات اللي تتعلق بالجلاء المدرسي من الدوله التي حصل فيها على هذا الجلاء. وتكون مصادقه من سفارتنا في الخارجيه نعم. وايضا من الخارجيه السوريه هنا بعد وصوله نعم. ومن ثم تحول لنا، طيب حتى تاخذ هذه الاجراءات مرحله طويله فمعقول انه التلميذ وخاصه انه عندنا التعليم احنا بمرحلتنا تعليم الزامي تلمذ وليس طلبه، فالطالب هو من يطلب العلم ليس لنا ضيف في التحاقه وعدم التحاقه، اما التلميذ فهو ملزم بالالتحاق. فهل يبقى خارج اطار اسوار المدرسه لا يلتحق بالمدرسه لا يلتحق فورا تمام. بشكل شرطي لحين مصادقه الاجراءات والاوراق الثبوتيه التي يتقدم تمام. فيها تمام. هلا بعد ما حكينا بالتشكيلات زملائنا المدرسين وتوزيعهم على المدارس حسب رغبه كل زميل لنا اكيد بيجينا شغل كثير مهمه في اثناء التحضير يعني فينا نقول العام الدراسي والبدء بالعام الدراسي واستمراريته وهي يمكن انا أعتقد عامل أساسي من نجاح العام الدراسي هي التوزيع المتجانس للطلاب كأعداد ككم كنوعية ضمن الغرف الصفية فبالنسبة لتوزيع توزيع الطلاب شو هي المعايير اللي وزارة التربية أو اللي هي وجهت فيها المديريات والمجمعات التربوية لحتى تتقيد فيها من أجل توزيع مريح ان كان للطالب نفسه في الغرفه الصفيه وحتى للزميل المدرس دكتوريا اللي هو بده يدخل على نعم. الصف يعني بالمنطق يكون عدد مقبول يؤمن شيء من الراحه النفسيه والعقليه للجميع نعم اول شيء وهو اهم نقطه التوزيع العادل وفق المستوى التعليمي للتلاميذ مثل ما تحدثنا قبل قليل ما يكون تركيز لغرف صفية فيها مستويات معينة وغرف صف عالية وغرف صفية أخرى مثل مستويات ضعيفة النقطة الثانية التلاميذ أيضا يجب أن تكون هنالك عملية توزيع عادل لأعدادهم ليس لا. من المعقول أن أضع في غرفة صفية مثلا عشر تلاميذ وأضع في غرفة صفية أخرى أربعين هذا غير مقبول المنطقة أن يقول لدينا شعبتين مثلا كل المتوسط في العدد الكلي هو خمسين تقسم عليها بشكل عادل حتى إن اضطرينا يعني أحيانا في فروق بسيطة تكون زيادة تلميذ أو تلميذين ليس أكثر بين الشعب والأخرى لكن لا يجوز أن يكون هنالك أعداد كبيرة في شعب وأعداد شعب أخرى التلاميذ فيها قليلة وبسيطة نقطة أخرى هامة أيضا هي مراعاة المستوى التعليمي والعمري لتوزع التلاميذ في الصفوف وخاصة عندنا نعم. أطفال كلما قل مستواهم العمري, العمري أو الزمن نعم يكونوا في الصفوف ذات الطوابق الأولى يعني الصف الاول دائما نوصي بان يكون هنالك في الصفح الصفح الطابق الأرضي. الارضي نعم طبعا حتى ما يصير في ازدحام ممكن نضع جنبه الصف الثاني في حال وجود اعداد زياده اخرى ممكن نضع الصف الثالث وهكذا كل ما تدرجنا بالمستوى العمري الى مستوى اخر فهذه شروط اساسيه ثلاث تراعي طبعاً. المستويات التعليمي والعمري وتراعي العدد للتلاميذ في الشربه في شروط اساسيه في حال كان هناك اكتظاظ بغرفة صفيه وهذا وارد. ف يعني نعم. خارج سيطره واستيعاب البناء المدرسي نعم. شو الحل هون ممكن في شيء حل بديل يعني. نعم تشكل لجنه للتسويه من قبل مدير مديريات التربيه وهذه اللجان مهمتها هي اجراء هذه التسويات في المناطق خاصه ذات الاكتظاظ الكبير لدينا مدارس على سبيل المثال مدرستين وبنفس الحي واثنينها تعليم اساسي حلقه اولى نجد اقبال احيانا على مدرسه نتيجه نجاحها سمعتها سمعه معلمينها والاقبال اقل على المدرسه الثانيه فيصير في يعني عندنا ضغط على هذه المدرسه لا. عم نوجه زملائنا في مديريات التربيه انه اترك التسجيل واسمح له بالتسجيل بعدين تقوم بعمليات التسويه وفق التوزع الجغرافي نعم. فالاقرب بهذا الحي لهذه المدرسه باتجاه معين تماما يعني يعني فرز الطلاب حسب نعم. التوزع الجغرافي والمدرسه الاخرى الثانيه تاخذ لهم اعداد اخرى حسب تمام. التوزع الجغرافي ايضا طيب ما هي الفائده الاساسيه لدينا بتوزع التلاميذ للمدارس نعم. بعد إجراء هذه العملية عملية التسوية ومن يقوم فيها يقوم فيها زملائنا التوجيه المشرف على المدرسة مع مشرف التعليم الإلزامي وله الدور الأهم هنا مشرف التعليم الإلزامي هو من يقوم بعملية التسوية بين التلاميذ يعني هون مشرف المنطقة أو القطاع التعليمي نعم. نعم موجه مشرف تعليم إلزامي ومدير المدرسه تماما اضافه تماما. الى نقطه هامه هي عمليه تربيطها مع ادارات التربيه من خلال رئيس دائره التعليم الاساسي والمدير المساعد المختص تكون لهم رؤيه على ارض الواقع وتحدث خلافات احيانا بسيطه بين توزع التلاميذ في الحي الواحد للمدارس القريبه تماما. منها وخاصه في نفس المستويات التعليميه. طيب الان شو الحل الثاني ما هو الحل الثاني اللي ممكن يساعدنا ايضا على ايجاد حلول لهذه المشكله الحقيقه الحل الثاني هي توزيع عادل للمعلمين خاصه ممن لديهم سمعه احيانا في المنطقه بشكل جيد ضمن المدرستين نعم. ما يكون عندي سحب لكادر مستوى عالي او جيد في مدرسه واحدة نرجع لموضوع التجانس و... يعني نعم. دائما علماً حتى بهال كل زملائنا ومعلمين نعم. في الميدان ذوي خبره وجيده أكيد. لكن احيانا المعلم جديد اول مره يدخل على الصف غير معلم لديه خبره 20 عام مثلا او 40 طبعاً. سنه او نعم. غيرها مجال في مجال للمقارنة. نعم بعيده نعم. من سنوات خبره تدريسيه طويله <applause> النقطه الاخيره اللي احب ان لها احيانا هذا الاكتظاظ في الشعب الصفيه سببه خارج عن اراده المدرسه وخارج عن اراده حتى التربية على سبيل المثال يعني في محافظه الحسكه اعداد التلاميذ لدينا كبيره طيب هنا نلجأ الى حلول اخرى وهي القسم الى فوجين ولو انه اخر شيء في نظام أدام. الفوجين لكن يوجد لنا حلول وهذا دوام صباح نعم. ودوام مسائي نعم, نعم. أه تقدير عدد التلاميذ في الشعب الصفيه اعطاء فرصه للمعلمين بان يكون اعداد تلاميذهم في الصف اقل اقل بين معلم يشرح درس لخمسين 50 تلميذ وبين يشرح صار ل 25 تلميذ مم. فهنالك جوده في التعليم اكيد وحسن للمتابعه الصفيه والاداره الصفيه اضافه الى امكانيه ايصال الماده العلميه للمتعلم وراحه نفسيه كمان جيد. تماما راحه للجميع الفوج الاول والفوج الثاني حل مشكله ايضا ثانيه لزملائنا المعلمين ايضا ولكن هذا بيتطلب جدول تشكيلات اضافيه يعني الفوج الثاني هون نعم. صار في هون جهد مبذول ل في اداره في اداره مدرسه طبعا تماما في وفي كادر اداري وفي كادر تعليمي اخر لكن اوجدنا حل اخر هو معالجه وضع الفائض من المعلم نعم. من المعلم نعم. ايضا فبالتالي نكون احنا عالجنا مشكلتين بمشكله اخرى والفائدة الأكبر هي تمام. والأهم العودة لفائدة التلميذ التلميذ أكيد. هنا أكيد وين يكون في شعب صفية قلنا مثال 60 تلميذ غير لما يكون في عندي أنا 30 تلميذ تماما تماما نعم طيب ناخذ كمان تعليق على الفيسبوك أو استفسار دكتور بالنسبة لتنقلات الطلاب من مدرسة لمدرسة أو من منطقة لمنطقة نعم. هل هناك شروط محددة كزمن كيعني أنه اذا في تفضيلات وهل هو هذا مسموح بعد انطلاق العام الدراسي؟ نعم نقل التلميذ مرتبط باهله فلا يوجد تلميذ راح يعيش بشكل افرادي أكيد. فبالتالي أكيد. هنا عمليه انتقال الاهل قد تكون خلال العام الدراسي وقد تكون في نصفه هل من المعقول ان ابقي تلميذ والزمه ان يبقى في مدرسه اذا باب النقل مفتوح في كل وقت بالنسبه للتلاميذ لكن التنقلات اثناء بدايه العام الدراسي نحاول نحد عددها قليلا حتى تستقر المدرسة بأعدادها وتستقر بأعداد معلمينها وكادرها الإداري والتدريسي وأي حالة طارئة لتلميذ يحق له الانتقال في كل وقت بين مدارس التعليم الأساسي وفي أي مدرسة مدرسة تعليم أساسي حكومية في القطر يحق له الانتقال لها نعم طيب أيضا عم لاحظ أنا كمان في أسئلة عم يعني تطلع الاجازات الطارئه بالنسبه للمعلمين، نحن نعرف نعم. انه في وقت محدد كان يمكن البارحة كان آخر موعد لتقديم أو 28 شهر لتقديم الاستيداع والإجازات البلراتي والاستقالة, توقفت, والاستقالة توقفت حتى ولكن تحديد مركز عمل أو غيره. تماما السؤال إذا آه. صار في إجازة طارئة قد تكون طويلة متوسطة الأمد بالنسبة للمعلم أيا كان السبب هذا طبيعي هون شو ممكن يتصرف المعلم أستاذ أحنا أمام كادر كبير وزارة التربية ملاك اليوم رقم كبير يتجاوز ليس عشرات بل مئات الآلاف من زملائنا المعلمين فليس من المعقول أن أقول والله إجازتي أنا الصحية تتوقف لا في عندي حالات طارئة راح تصدف بكل مدرسة ممكن تصدف عندي حالة إجازة صحية معلم مريض معلم عندها إجازة أمومة وممكن تصدف عندي حالات أخرى إجازة وفاة إلى آخره فهذه الحالات الطارئة لا بد منها وهي غير حالات النقل بين المحافظات هي داخل المدرسة نفسها تتم وهي حالة صحية لا بد منها تماما ما في مدرسه ما يحدث فيها اجازه صحيه او اجازه لا سمح الله يعني اجازه وفاه او غيره او حدث ضمن طارق. الانظمه وحتى, وحتى, وحتى يعني ضمن متاع الانظمه متاح يعني انه يحصل حتى ضمن الانظمه إجازة نعم. في اجازه اداريه لكل زملائنا المعلمين يحق للمعلم اخذ اجازه ثلاثه ايام في كل فصل تماما اجازه يعني اداريه نعم تماما ايضا بالنسبه في تعليق على الفيس دكتور انه آه في حدا عم ينوه انه الفائض قد يكون كثير في محافظه ما والعكس في محافظه اخرى نقص في محافظه وعلى محافظة سبيل صحيح. شواغر يعني وعلى سبيل المثال هاي يمكن عم نلاحظها بمحافظات مثل اللاذقيه طرطوس يعني انه كثير بيكون في احيانا فائض ولكن في بعض المحافظات محافظات, محافظات الجزيره مثلا منطقه الجزيره دير الزور نعم. الرقه الحسكي ممكن يكون في عندنا كمان شواغر فائض في عندنا فائض في فائض على سبيل المثال م. يعني هون الحل لحتى نخلق حالي من التوازن ما تدخل بعملية يعني التعليم في أو انطلاق العام الدراسي واستمراريته بصورة متوازنة في حلول مقترحة وضعيتها وزارة التربية طبعا هذه الحلول أول شيء وهي الحل اللي بدأت فيه الوزارة هي تشجيع على القدوم إلى هذه تمام. المناطق من خلال إعطاء توزيع مناطق النائية الحل الثاني إعطاء أولوية لمنهم لمن لمنهم من زملائنا المعلمين داخل الصف نعم. وأيضا أوجدت لهم تعويضات خاصة ونسبتها أعلى ممن هم يكلفون بأعمال إدارية فبالتالي هذين الحلين ساعد على استقرار العملية التعليمية في المناطق اللي فيها تمام. نقص النقطة الأخرى وهي نقطة أساسية وهامة أبناء المنطقة أحيانا هم من يغادر منعت أو حدت بشكل كبير من نقل المعلمين من أبناء المنطقة إلى المحافظات الأخرى نعم. أيضا نقطة هامة هي إعطاء أولوية لأبناء المناطق في التعيين، تمام. فعندما توجد أعداد من أبناء المناطق وسد هذه الشواغر تساعد على استقرار وتوطين التعليم، تمام. لكن مع هذا الشيء النقص موجود في بعض المحافظات نعاني من نقص في محافظات حلب ريف دمشق ريف الزور ريف هو صراحه دكتور يعني الاجراءات والقوانين اللي هي عم تصدر لصالح المعلم لا. وخاصه اللي بتهدف لتحسين الوضع الاقتصادي لا. عم بتشجع كثير هلا من الزملاء والجامعين والخريجين لحتى يعني يتجهوا لعمليه التدريس هاي كانت خطوه ايجابيه ما فينا ننكرها الوكاله الاختصاصيه بدل. كانت تماماً. خطوه ايجابيه وخاصه لطلاب الجامعات السنه الخامسه او الرابعه حتى الثالثه ياخذ وكاله اختصاصيه تماماً. بس شريطة تكون النصاب كامل تمام. تمام يعني اخذ تماما 19 ساعه ولمن هم وكالات اختصاصية في أكثر من مادة 27 طيب خلينا ساعة. نحكي على النصاب بالنسبة نعم. للمعهد ولا الخريج الجامعي نعم. هل النصاب يتعلق ب. الدرجه او الشهاده الشهاده اللي بيحملها الزميل المدرس طبعاً. ولا هي بتتعلق بالمدرسه اذا كانت يعني حلقه اولى ولا حلقه ثانيه كلاهما مع بعض على سبيل المثال مدرس اختصاصي نصابه 19 ساعه لكن في عندنا اختصاصات عم تعين معلم صف مثلا معلم الصف هو مجاز مجاز وجامع لكن نصابه يرتبط حسب الشعبه الصفيه فالشعبه الصفيه بموادها نصابها يصل الى 17 ساعه لكن قد تضاف له مواد ما يكون متأمن فيها مم. المعلم مم. الاختصاصي على سبيل المثال قد تضاف له الموسيقى نعم هو ملزم فيها ملزم فيها قد مم. تضاف له التربيه الرياضيه ما يكون عندي الرياضية السبب في عنده مدرس تربيه رياضيه فقط لعدم وجود معلم اختصاصي نعم هنا يلزم بالقانون معلم الصف باعطاء هذه المواد مم. مثلا وجد له مدرس اللغه الانجليزيه خفف عنه في الساعات تمام موجود مدرس الرسم خفف عنه في الساعة طب التنية. هون شو تنصح المدرس زميلنا مثلا هو ما تخصصي وانجبر ياخذ ليسد الفجوه طبعا حصه ما أنا من اختصاصه مثل مثلا مجاز التاريخ مضطر انه يعطي حصه موسيقى او رسم يعني شوفي في توجيه لحتى ما يصير في فجوه حقيقيه وفاقد تعليمي تخصصي ضمن هاي الماده اللي هو بالاساس معنا من تخصصه نصيحه لا. من حضرتك يعني لزملائنا اللي بهي حاله اشكرك ما. على هذا السؤال وهذا الامر وارد وواقعي يعني على سبيل المثال ست ساعات نصاب الشعب الصفي اضرب م. مثال لا على التعيين ست ساعات نصاب الشعب الصفية لماده اللغه العربيه مثلا احيانا مثلا طالب بيصير هيك بينحرم لانه هو ما متخصص ولكن بيعطيه من ضمن الحصه التخصصيه ولكن هيك الطلاب صاروا انحرموا من ماده ترفيهيه اللي هي موسيقى ولا رسم ولا رياضه او, أو الى اخره. نعم انا اعطيت المثال مثلا نعم. ست ساعات مثلا. نصاب مثلا الحصه التدريسيه لماده اللغه العربيه في صف معين. نعم. اذا ضربناها بثلاث تكون عنده 18 ساعه ثلاث شعوب صفيه. تمام, تمام. فالمجموع راح يكون عنده 18 ساعه ويبقى عنده حصه واحده بده يكمل نصابه فيها م. في المحافظات اللي فيها نقص. نعم. فهنا اكمل له مثلا ماده التربيه الرياضيه تفضلت انت بكلمه مفيده انه التلميذ يظلم في هذه الماده طبعًا يعني هو صحيح. لكن اللي انصح فيه الاستفاده من المدرس الاختصاصي في هذه الماده وخاصه انه اثناء الشعبة الصفيه اللي يكون فيها مثلا درس رياضه او موسيقى او غيره يكون متزامن معها مدرس موسيقى في شعبه اخرى ومدرس رياضة في شعبه طبعًا. اخرى لكن مع هذا الشيء هذا لا يعفينا من انه نقوم بمهامنا وواجباتنا لكن ما يحمل فيها عبء ولا يحمل فيها حضور توجيه اختصاصي له تمام ووضع تمام لائحه توجيهيه له تسيء بانه مستواه غير لا هنا تراعي عمليه يفضل الاختصاص تمام يفضل انا تكمله نصاب لكن هذه الحالات قليله وانا احب اطمئنك انه اكثر زملائنا المعلمين حتى في معظم الاختصاصات يعني بعض المحافظات قلنا فيها افاض انصبتهم لا تصل الى هذا المسألة. ولكن بهيك حالة 19 ساعه طمع. ولا حتى الى حتى اذا صارت هذه الحاله وبتصير هي لو بنسبه قليله نعم. آه ما في مانع انه هو نفس المدرس الزميل المتخصص يستفيد من, يستفيد من خبرة صحيح. او انه يتجه لوسائل ثانيه نعم. النت مثلا ياخذ معلومات مثلا يثري هذه الماده لكن, يسري هاي اللي لكن, لكن يعني في النهايه اكد على مساله هو ليس ملزم باتجاه لائحه توجيهيه او اي عقوبه تفرض بحقه باتجاه تقصير في مثلا دفتر تحضير او غيره او غير كمحتوى فيها. علمي للأمانة العلميه هو نعم. يعني الموضوع يتعلق ب بي يلزم في مادته بمادته ويتابع في مادته وهذه الساعه النصاب يعني قد يحملها كعذر ولكن ايضا هو يقابل فيها ضمير. يعني لضمير المدرس ممكن هو عم يعني بيعطي موسيقى وما تخصصي مثلا يجيب معلومات موسيقيه يحاول يعني ماذا تربيه رياضيه موسيقيه عن... تماما ترجع هو لنشاطه نعم. لمبادراته بترجع للمدرس وعلى فكره غالبا ما عم يعالج زملائنا مدراء المدارس عم يكلف زميلنا المدرس الاختصاصي انه يدخل على هاي الحصه حلو. بدلا عنه حلو تماما آه كمان بناخذ استفسار على الفيسبوك دكتور نعم. بعض المدراء لا يقبلون تسجيل بعض الطلاب مع ان الطالب يكون احيانا ابن المنطقه نعم. ما العمل ولماذا يمتنع بعض مثل هؤلاء المدراء يعني هل هناك مبررات لعدم قبول طالب وهو مم. ابن المنطقه مثلا بعض المدراء المدارس يكون في عنده تضخم بالعدد وزياده في الاقبال بالعدد مم. وبالتالي يلجا الى عمليه الامتناع عن التسجيل هذه المساله ممنوعه نعم. ولا يحق لمدير مدرسه اقول ووجه السيد الوزير بان يتم استقبال واستيعاب كافه تلاميذ التعليم الاساسي في اي مدرسه يرغب فيها والمدير الذي يمتنع فورا يتم اخبارنا وراح نقوم طبعا. بعمليه فورا المتابعه إذن الم... مع الدائره المعنيه تجاوب مع الدائره المعنيه تم التجاوب خير على خير ما تم التجاوب سوف يؤخذ الاجراء القانوني بحقه طيب البعض يقول اذا مدير المدرسه في عنده زياده وفائض بالعدد، انت تقوم بعمليه التسجيل ومن يعني عنده مبرر نعم نعم ما هو مبرر هو ما هو مبرر هو بيشوفه ممكن يكون المدير يشوفه مبرر هذا السبب لا مبرر ما هذا ليس طيب. مبرر تربوي، طيب. انه تمنع تلميذ يبقى خارج المدرسه نعم لكن في هاي. عندي حاله اخرى حاله اخرى ثانيه هي مدارس احيانا قريبه نعم فهنا مدير المدرسه في عنده المدرسه الثانيه اللي جنبه، اعدادها بسيطه وقليله طيب ليش نعم. ما سجلت ابنك بهذه المدرسة؟ والله سمعت هذه المدرسة أفضل أو غيرها يجب أن يتعاون أيضا الأهل وأبناء المنطقة والحي مع زملائنا مدراء المدارس لتحقيق العدالة والتسوية بين المدارس يعني أنا نعم. أعرف منطقة فيها أكثر من ثلاث مدارس تعليم أساسي حلقة أولى الإقبال على مدرسة واحدة نعم والمدرستين الأخرى فيها متوسط الشعبة لا يتجاوز ال 25 تلميذ أو 20 تلميذ بينما متوسط الشعبة وصل في هذه المدرسة وهنا في دمشق إلى أكثر من 70 تلميذ نعم. أنا كيف كإدارة في وزارة التربية ما أتساعد مع زميلي هذا المدير وأخفف عنه العبء والضغط أما أن نقوم بعملية الرفض ثلاث مدراء مدارس بعملية الرفض وعدم استقبال هذا التلميذ خطأ لا يجوز إبقاء أي تلميذ خارج إطار أي مدرسة من مدارس التعليم الأساسي ونحن من نقوم بعملية استقطاب ومتابعة التلاميذ وهدف من اهداف وزاره التربيه الساميه هي ايصال العمليه التعليميه لكل متعلم لكل تلميذ حتى وان كان في اقرب نقطه له لو كانت مجاوره تماما حتى لو لبيته تماما, تماماً. يعني ابسط مثال الان مدارس الخيم هي موجوده شو الغايه من مدرسه الخيمه هي متابعه ابناء الباديه وتعليمهم نعم في قلب الباديه مم. وهذه مصدر قوه لوزارة التربية صحيح. السورية أن توصل العملية التعليمية في قلب البادية في أعلى نقطة في الجبل هذه ليست مساله سهله هو حتى لو اضطرينا اذا ما في عندي اي شخص أو اكلفه فوقي. صار في هون مشروع المدارس المتنقله والمتبدل يعني انا من الناس اللي اطلعت على هذا المشروع نعم وعشت ضمن ودرست ضمن مدرسه متنقله لها أنواع كثيره نعم بمرحلة ولو كانت قصيره يعني في حب نتحدث عنها جميله جدا نعم هذه الخطه يعني اللي عم تتبعوها من اجل توسيع هاي الشبكه، شبكه نعم. المدارس هي فقط خاصه بالمناطق نعطي لمحة سريعه عنها اذا تحب اكيد تفضل احنا طيب. اكيد سريعا يعني المدارس من ضمن المتنقله ضمن كمان هي تعتبر ركن ثلاث انواع للمدارس المتنقله هذه المدارس اولها هي مدرسه الخيمه وهي موجوده خاصه مع البدو الرحل يتنقلوا من مكان الى اخر النوع الثاني هي مدرسه الجارفانة. نعم. هي قافانه تنتقل تنقلها مديريات التربيه بواسطه الجرار حسب انتقال هذه القبيله من مكان الى اخر. نعم. النوع الثالث هي مدارس طينيه مؤقته وهي تكون موزعه المحافظات خاصه في المناطق الشرقيه وفي نعم. محافظه حمص وريف دمشق لدينا باديه فيتم بناء غرف صفيه طينيه لكن هذه الغرف مجهزه لان تكون غرفه صفيه. وموزعه في مناطق مختلفه تمام حيث استقرار البدو والمناطق التي يتوقع ان يستقر تمام فيها البدو تمام فهنا ان انتقل البدو الى منطقه اخرى وفيها ايضا غرف طينيه يترك مدرسته وهذه الغرفه الطينيه ينتقل الى مدرسه اخرى ذات غرفه طينيه. تماما تمام. اما اسلوب التعليم فيها وطرائق التعليم فيها فهي تعتمد على طريقه التعليم للمعلم ذو الصف الواحد. مم. شو المعلم ذو نعم. الصف الواحد؟ المعلم عندنا يدرس بصف واحد لكن بمستويات مختلفه. جميع. نعم اعمار مختلفه. المعلم الوحيد تمام. تمام. هو المعلم الوحيد، ممكن يكون عنده طلاب مثلا خمس طلاب. صف اول طالبين، صف ثالث طالب، صف خامس. في غرفه واحده تمام. بخ... بمخطط يعني نعم. وبرنامج. هو مجبور يعطي الاربع مستويات تمام. اللي عنده حسب كل التلاميذ اللي موجودين عنده على حده وينتقل نعم. الى التلاميذ اللي مستواهم اعلى ومن ثم الى تمام. المستوى الاعلى وهكذا. هلا هذا بيقول. يعني نعم. خلينا نقول عنها تشبه بطريقه المعلم بالصف يعني بالصف الوحيد والمعلم الوحيد طريقه الكتاتيب. نعم. لكن اعدادها نعم. بسيطه. خاصة نعم. هاي في الشعبة الوحيدة مثلا مدرسة الخيمة أو مدارس القرابانات أو المدارس الطينية هذا أكيد الهدف هو يعني عدم حرمان أي طالب بأي بيئة كانت وبأي ظروف كانت من عملية التعليم لأنه هو حق لجميع الطلاب نعم. أينما كانوا في سوريا نعم. من ضمن أيضا الاستعدادات خلينا نقول كمان دكتور هي إعادة فتح المدارس التي تم ترميمها يعني بالنسبة للخطة الزمنية ونحكي أيضا عن المخطط نعم. الجغرافي وتوزيع الجغرافي لمثل هذه المدارس نعم. أين تركزت هذا العام فينا نقول لعام؟ أكثر ما يمكن بتشوف حضرتك من عمليات إعادة فتح مدارس تم ترميمها وضمها للخدمة نعم بعض المدارس تعرضت للتخريب او للتدمير للاسف نعم الأرهابية. كثيره كانت نعم. بعد عودتها فورا تاتي جهود وزاره التربيه فتبادر فورا الى طرحها لاعاده ترميمها. الترميم يتم عن طريق دوائر الابنيه المدرسيه وفق خطه تمام. وحسب التمويل والمشاريع المقدمه لاعاده تاهيل مم. هذه المدارس. الانجاز يتم والتنفيذ يتم خلال فتره الصيف، يجب ان تنجز نعم. وتسلم في نهايه مرحله الصيف. بداية العام الدراسي يجب أن تسلم هذه الشعب الصفية والمدارس كل مدرسة بإعدادها شو كم شعب صفية فيها حسب القدرة الاستيعابية يكون هناك دراسي طبعا طبعا وتعميمها الدراسة نعم وتقوم دوائر الأبنية المدرسية بتحويلها إلى مدير التربية بكتاب رسمي يقوم بتحويلها الى الدوائر المعنيه لبدء دراسه بالتعاون مع المجمعات، دائره الاساس مثلا مع مجمع سين من المجمعات نعم. في نعم. اي محافظه نعم. فيبدي رغبته ودراسته من خلال الموجين الاختصاصيين او التربويين ان كانت بحاجه الى مدرسه تعليم اساسي حلقه اولى هذه المنطقه او القريه او الناحيه اذا هون حسب, أو الاحتياج, حسب الاحتياج نعم احيانا ثانويه احيانا حلقه تقرر. ثانيه احيانا ثانويه اناث وهكذا نعم. يقرر احداثها تبدا عمليات هنا دور التوجيه الاختصاصي والتربوي بتشكيل كادرهم الاداري بتشكيل كادرهم التدريسي وبالتعاون مع دائره التعليم الاساسي ومن يصدر القرار هو رئيس دائره التعليم الاساسي ومدير مساعد للاساسي وموافقه مدير التربيه بترميم كادرها التعليمي والاداري ويتم تشكيل هذا الكادر بشكل سريع قبل افتتاح العام الدراسي أو قبل افتتاح أسبوع العام الدراسي طبعا. طبعا. وبالتالي هنا الدور بعد الترميم يكون لدوائر التعليم الأساسي والثانوي والمهني تمام كل عام طبعا خاصة بهذه المرحلة اللي عم نستعد فيها لإطلاق عام دراسي دكتور نحن دائما بنعتمد على مبدأ تراكم الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة يعني احنا هذا طبعا. العام نحن عم نستفيد من العام السابق ودورة العام السابق عم نستفيد من اللي قبلها وهكذا ولكن هذا العام اذا بدنا نحكي عن الجديد فيما يخص التعليم الاساسي من قرارات من توجيهات من مناهج من اي شيء اجراء جديد ما هو هذا الاجراء يعني عم عليه فينا نقول الاجراءات كثيره كثيره يعني نعم هي جديده وجدت هذا العام لم نعم تكن موجوده في العام السابق أولا نبدا من ناحيه المناهج ففي هذا العام انتهى زملائنا في مركز المناهج مركز تطوير المناهج مركز هام لتطوير المناهج بشكل مستمر في كل عام ففي هذا العام تم ادخال ماده التربيه المهنيه ولكن قبل تطبيقها تم اختيار خمسين مدرسة لتجريب هذا المنهاج عليه ومادة التربية المهنية إن شاء الله راح تكون مادة جديدة تربية وتساعد نعم, نعم وتساعد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي على التعامل مع مهارات الحياة اليومية. حلو تتضمن جوانب أربعة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية. حلو تطبيقها راح يكون في ثلاث محافظات. قلنا التطبيق التجريبي تجريبي سيكون نعم يعني الصفوف ما. من الصف الرابع حتى الصف السادس وقد يدخل معها الصف السابع والثامن ايضا <applause> طبعا هي مرحلة تجريبية فقط قلنا لخمسين مدرسة وبانتظار إن شاء الله بدأ هذا التجريب مع ولكن هي ضرورة حياتية إن شاء الله في أربعة تسعة فعلا هي ضرورة الله. حياتية يعني بظل التطور طبعا. اللي عم بصير وأيضا بظل احتياجات آه يعني الحياة بشكل عام وما يحيط بها هذا الطالب على بتساعد. المهارات مهارات الحياتية اليومية يعني هي بسيطة حتى بتساعده أنه يأخذ قراره فيما نعم. بده يكمل دراسته المرحلة الثانوية نعم. فيما بعد يستكشف المهن والفروع والمجالات والحسابية نعم. في السوق المالي هاي بالنسبه للتربيه المهنيه النشاط السياحي الصناعي طيب. الى الى الزراعي بالنسبه للمدرسين اللي هن مسؤولين عن ايصال المحتوى العلمي للتربيه المهنيه اللي هي ماده جديده نعم كمان هاي تشكيلات المدرسين ليس محصور هذا الامر هل محصور لا لا محصور لانه هي مهارات إذا بسيطه اذا معلومات عامه ثقافية. مهارات عامي. بسيطه جدا وثقافه عامه بسيطه جدا آه لكن غالبا ما راح تكون من مهارات آه كونها هي تربيه مهنيه والتربيه المهنيه مواد تدرس لدى معلم الصف نعم. فراح تطبق لدى زملائنا معلم الصف تمام خاصة في مرحلة التعليم الاساسي الحلقة الأولى تماما أه مثل ما حكينا نحن في عندنا نحن منهاج الفئة باء نعم. يعني هذا المنهاج نعم. كثير يعني ترك صدى و دور كبير بتعويض الفاقد التعليمي الكثير نعم. من الطلاب خاصة في المناطق اللي حرمت من, من التعليم. العملية التعليمية في سنين الأزمة أيضا ما الجديد هذا العام فيما يخص دكتور لي منهاج الفئة بايه؟ ان كان تجريبي ولا النظامي. نعم، منهاج الفئه بي هي الغايه منها كما تحدثنا في لقاءات سابقه وكثيره اوضحنا فيها ما الغايه من منهاج الفئه بي هي اختزال الوقت التعليمي الذي ضاع عمريا على الطفل من جانب العمر ومن جانب الفاقد التعليمي ايضا وهي تطبق لتلاميذ ممن تجاوز ووصل سن الثامنة حتى سن الخامسة عشر طبعا شريطة أن هذا التلميذ أه أن لا يكون قد التحق بمدرسة أو التحق ولديه فاقد أه تعليمي وعملية استقبال هؤلاء التلاميذ لمن لديهم هذا الفاقد التعليمي أو العمري أه تتم من خلال أه عملية سبر بسيطة يحدد مستوى التلميذ فيها تمام ويلتحق بمدرسة فيها تعليم في أبي والفئة بي حصلناها في كل منطقة بتجمع مدارس منطقة أه يكون فيها أكثر من مدرسة في أه مدرسة واحدة متوسطة نعم وان كان في اكثر من ثلاث مدارس كل ثلاث مدارس وضعنا لها مدرسة واحدة ذات موقع جغرافي متوسط الغاية نعم. منها تسهيل عملية وصول هؤلاء التلاميذ طبعا. المنهاج مستمر صار له سنوات طويلة أكيد. أكيد. والآن في عندنا مرحلة لتطوير هذا المنهاج هذا التطوير يحتاج إلى عينة تجريبية هذه العينة التجريبية تم أخذها من كافة محافظات القطر ومن تلاميذ مختلفين تراوحت العينة التجريبية ما بين 2500 إلى 5000 تلميذ طبعا نعم. العدد المتوسط تجاوز ألفين 2500 نعم. ما توسعت العينة والغايه منها هي معايره هذا المنهاج التجريبي بما يتناسب مع مستوى التلاميذ اللي كان عندهم هذا الفاقد التعليمي والعمري والمنهاج طبق بتجريبيته على كل المحافظات في مدارس محدده من الفئه بي، ليس كل مدارس الفئه بي. طبعاً. انتهت عمليه الان المرحله التعليميه لهذا المنهاج، ولدينا اختبارات تبدا بيوم السبت ان شاء الله طبعاً. 3 9 اختبارات تلاميذ المنهاج التجريبي الفئه بي. وبعد الانتهاء منها هنا نكون قد انتهينا من عمليه التجريب ننطلق الان مره ثانيه العوده الى مركز تطوير المناهج لوضع المناهج طبعاً. بمعيار يتناسب مع مستويات الفئه ب على اربع مستوياتها طبعاً. اللي هي من الاول حتى الثامن وكل صفين تدمج بمستوى واحد اول ثاني ثالث ومستوى الرابع اللي يضم الصف السابع والثامن بحلقه التعليم الاساسي الثانيه. طيب دكتور بالدقيقه الاخيره حابين ناخذ منك نصائح تتوجه فيها لزملائنا المدرسين للاهل حتى للطلاب نفسهم يعني لانه نعم. بعد يومين يعني انطلاق عام دراسي جديد شو بتتفضل وتقول لهم عبر كاميرتك وعبر منبرنا منبر ندواتنا نعم اتوجه اول شيء الى ادارات المدارس استقطاب كل تعليم اساسي لدينا من اي حاله وجدت من التلاميذ استقطابه وتسجيله ومن ثم عمليه التسويه تتم من قبل مديريات التربيه ومن قبل رؤساء دوائر الاساسي والتوجيه الاختصاصي والتربوي ومشرفي التعليم الالزامي النقطه الثانيه حتى أنا لا نحرم احد من نعم. التلاميذ النقطه الثانيه اتوجه فيها الى زملائنا المعلمين اقول بوركت جهودكم كل زملائنا المعلمين اداريين وفي الصفوف بوركت جهودكم الطيبه ونستبشر كل الخير ان شاء الله في افتتاح العام الدراسي الذي بات على الابواب ونشحذ الهمم جميعا م. لاستقطاب كل تلاميذنا ولا يبقى اي تلميذ خارج اطار اسوار المدرسه هممكم عاليه ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق وترفع القبعات لكل زملائنا المعلمين في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية إذا أكيد هي عملية تكاملية بين الجميع وبين جميع الأطراف في والتربويين داخل نعم. والمعلمين داخل وخارج بنقول الملاك وأيضا بالنسبة للبيئة أو المجتمع المحلي إن شاء الله بتكلل نعم. هذا العام بالنجاح وتكون نتائج مرضية لجميع الأطراف التربوية بدي اتشكرك جزيل الشكر بالختام الدكتور رامي الضلي حضرتك رئيس دائره التعليم الاساسي في وزاره التربيه جهود حقيقيه فعلا عم تبذلوها شكرا لك تحياتي لكم وللساده المشاهدين على قناتنا التربويه القناه المفضله لكل وزاره التربيه ولكل زملائنا المعلمين دمتم بخير. إذا الشكر الأكبر لكل من تابعنا عبر الفيسبوك وعبر البث المباشر للفضائية التربوية، أكيد نحن مستمرين بحلقاتنا من برنامجنا، وأكيد نحن بنتمنى مرة الثانية التوفيق والنجاح للجميع. شكراً للمتابعة ونلقاكم بخير مشاهدينا إلى اللقاء.